رامي، السؤال يقول نعم. ما هي الدولة العربية التي يمر بها خط الاستواء؟ خط الاستواء، خط الاستواء. لو كان ما تعرفش خط الاستواء وين جاي، ما تقدرش تعرف الدولة العربية اللي يمر بها الخط. ديجا احنا ديجا كاين خط واحد اخر، خط غرينتش، وحنا يجوز علينا خط غرينتش. يجوز احنا الجزائر يجوز علينا خط غرينتش. هذه حاجة. نورمالمون مصر لا. نو شوف، عندك 3 شونس. الشونس الاولى راك فتها، قولك زوج. يلا رامي. مامور. وين جاي خط الاستواء؟ وين جاي؟ في النص تاع الكرة الأرضية. يعطيك الصحة، ديجا هنا راك، هنا نصف جواب، شغل نصف جواب. يلا. أنا نقول السعودية. لا. السعودية خطأ. لبنان. للأسف للأسف للأسف. قال لي لبنان عمي حمد. هي الصومال. الصومال هي اللي جاية قال تحت. صح. زعما لو كان كنت تخمم لي الصومال جاية لتحت، لبنان هي فوق. صح سيبلي.